عمان والجنرال كان تجربة فريدة من نوعها، بحيث انه اسماء في الاول في ايام ديال البريباراسيون هذاك الشيء كان صعيب عليها تجي لمراكش مع حكم الخدمة والتواجد ديالها في طنجة وهذا. فكنا كنحاولوا نلقاو انه سوا تجي عندنا لي ويكاند ولا نتلاقاو في شي بلاصة اللي قريبة لها وهذا. من وراها فملي بدينا على الاشغال فين غادي نصوروا هذا، فكان الاقتراح اننا نصوروا في واحد المنطقة سميتها الجبيلات كتواجد في النواحي ديال مراكش. هذه المنطقة هذه اللي كتميز بالطبيعة الصحراوية ديالها فوالا الطبيعة الصحراوية، فكانت بالنسبة لنا هي أحسن تعبير للكلمات اللي كتقولهم أسماء في الأغنية ديالها، وبحيث كأنها كتكلم على معاناة الحياة والقساوات ديالها وبزاف ديال الحوايج، فكان الاختيار على هذه البلاصة هذه. والحمد لله داز تورناج بأحسن الأجواء تكنيك، مو حنايا حاولنا أنه أسما نوفروا لها جميع الظروف. ما كنا صورنا في واحد يومين في رمضان، وكتعرفوا أنه مراكش في رمضان الحرارة تبارك الله وداك الشيء، والحمد لله كل شيء داز في أمان الله، ومونتاج وكاع لا بروسيدور ديال الكليب داز في أجواء رائعة. والحمد لله كنظن أنه الناس اللي حضروا معنا اليوم كاملهم فرحانين، والحمد لله عطاونا واحد الدافع معنوي أنه نزيدوا نخدموا. وفوالا حنايا راه الشباب ديال دابا راه كاملنا كنطمحوا اننا نزيدوا بالفل قدام لا الحمد لله. وما الصعوبات كما قلت لك كان الجو بدرجه اولى، لانه كنا صورنا في الحراره وصورنا في نواحي ديال مراكش، انت عارفه رمضان والصيام وهذا. فالحمد لله كانوا هاد الصعوبات، ولكن قدرنا نتغلبوا عليهم. بزاف ديال الناس وليكيب الحمد لله اللي كانت دايره بينا كانوا الناس بروفيسيونيل وهذا، والشيء اللي عطانا انه نديروا هذا البروديكت. بيان سور حنايا دابا حنايا خدامين في دوطخ بريباراسيون في دوطخ كليب. حنا نيت ما دابا نيت راه بدينا في الكتابه ديال واحد الكليب، ما غاديش نحرك شكون هو الارتيست هذا، ولكن رحنا خدامين وان شاء الله راه في القريب العاجل. كاين عمل ان شاء الله مع سعد مجراد، كاين عمل مع فنانه اللي زعما غادي نشوفو ان شاء الله. وكلمه للجمهور شكرا، وحنايا راه كنخدموا على قبلكم وكنخدموا اننا باش الصوره اللي كنعطيوهم تكون بين كاليتي.